هذه التظاهرة المسرحية التي تنتظم بمناسبة افتتاح الموسم الثقافي لم تغب عنها الألوان الفلسطينية، سواء من حيث الأمسية الموسيقية والشعرية أو كذلك من حيث الأعلام التي وشحت مداخل المركز الوطني للفنون الدرامية والركحية بالكافة. التظاهرة تعلن على افتتاح الموسم الثقافي بمركز فنون درامية وركحية بالكافة تحت شعار من أجل ثقافة حية، ونقدم من خلالها آخر أعمال مركز فنون درامية صهيل المرايا ورقص السماء بالشراكة مع المسرح الوطني، ونقدم فيها زادة 5 أعمال أخرين مسرحية مهمة في الساحة اليوم على غرار مسرحية ميراوش وغيرها. دونك تظاهر احتفينا أيضا فيها بالكتاب من خلال حفل توقيع لـ3 أعمال أدبية. أيضا هي أكيد ما تغيبش عليها القضية الفلسطينية. نأكد احنا من خلال شعار التظاهرة من أجل ثقافة حية أنه الحقيقة أنه بالعمل أنه نبنوا الحضارة، وبمزيد من بذل الجهد وجعل الثقافة مرفق يومي مستمر، وجعل الثقافة حية ومستمرة باش نقاوموا بها الظلم باش نجموا نقرروا بها مصيرنا. وقد مثلت هذه التظاهرة مناسبة لعرض آخر انتاجات عدد من مراكز الفنون الدرامية ولتوقيع عدد من الإصدارات الجديدة في الشعر والقصة والنقد الأدبية. من جهتي أنا كانت فرصة أني باش نقدم ديواني الحديث، وهو ديواني السابع كل نسائي أنت، هو إصداري السابع كل نسائي أنت، هو عبارة على قصيدة مطولة، يعني قصيدة ديوان 500 بيت شعر. وقد مثلت هذه التظاهرة مناسبة لعرض آخر انتاجات عدد من مراكز الفنون الدرامية ولتوقيع عدد من الإصدارات الجديدة في الشعر والقصة والنقد الأدبية.